مين النهارده طلع ترم واصل يقول انا؟ مين هنا بيطلع عيني على نادي اطلب الكتير يقول انا؟ دي شغلتي في اطلب. انا شغلتي في اطلب مسؤول ان اطلع لحضرتك في كل حته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بيكم. انا ياسر غلاب هكون معاكم فور ذا نكست 15 مينتس. مين النهارده استخدم جوجل مابس؟ يرفع ايده. لا لا يقول انا. مين النهارده وهو جاي قبل ما يحجز التيكت، مش النهارده قبل ما يحجز التيكت قعد يسيرش ويشوف الدنيا عامله ازاي على الايفنت يقول انا؟ طيب في حد متاخر شويه عنده ديلي. تمام. طيب مين هنا اشترى حاجه من واحد فلنفترض بتاع الوات ايفر بتاع الفراخ مثلا ولقاه طلع له بيبول يو مي نو يقول انا؟ مين طلع له ناس عجيبه وغريبه عمره ما يتخيل ان هو كان يطلعوا له طلعوا على بيبول يو مي نو يقول انا؟ مره كنت انا بعمل شغل حاجات معينه ففي كلاينت كان معايا كلاينت واحده بنت فبتكلم معاها كتير و و و طلعت لمراتي بيبول يو مي نو. مش عايز خارج وروح لبعيد بس يعني ممكن تتخيلوا ايه اللي حصل. طيب الكلام ده كله بيحصل ازاي؟ حد عنده اي فكره؟ قول ارتفيشال انتليجنس طلع النار بتاعتي. شاطر برافو. بالظبط الارتفيشال انتليجنس. الناس متخيله الارتفيشال انتليجنس هو جزء من فيلم اي روبوت او جزء من فيلم ابجريدد which is not the case. ارتفيشال انتليجنس بيبان معانا في كل حاجه في حياتنا. النهارده وانت جاي على جوجل ماب، جوجل ماب عرف منين ان الطريق واقف وزحمه في حته معينه؟ لا مش بالجي بي اس. This is the point. الجي بي اس لوحده مش كفايه. الجي بي اس لوحده مش هيعرف الاجابه. ما هو الساتلايت هو جي بي اس على فكره، انت ما تجيش في حاجات مختلفه على فكره، هو جلوبال بوزيشننج سيستم عشان ما تجيش كل الاختصارات. هو لقى ان ياسر كان في المنطقه دي وماشي بسرعه معينه وهدي. وجت معاه فلانه كانت ماشيه بنفس السرعه وهديت وحصل 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 فاتجمعت الداتا دي فبقى عنده مجموعه اجريجيتد من الداتا قدر يعرف منها ان الطريق ده واقف فقدر يطلعه لك لونه احمر على الماب. This is exactly how artificial intelligence works. سنه 2014 فيسبوك اشترت واتساب ب 19 مليار دولار. يعني اكتر من مرتبي مرتين، متخيلين؟ ليه فيسبوك ليه؟ قولي بصوت عالي. واتساب بيكسب اصلا ولا بيخسر؟ بيخسر. باي اول مينز واتساب ببلاش عندكم كلكم. صح ولا لا؟ طب اسالكوا سؤال تاني بعد كده هرجع اسال واتساب. دفعت كام النهارده عشان تدخل على فيسبوك او على الانستجرام او عشان تعمل ستوري ان انت هنا النهارده؟ ميجا بايتس دي فودافون وموبينيل واتصالات اللي بياخدوها او اورنج واتصالات اللي بياخدوها. انت دفعت كام لفيسبوك؟ فيسبوك مش جمعية خيرية يا جماعة، دي رسالة ومرساة. فيسبوك هي شركة هادفة للربح. وهنا بقى هعرفك على قاعدة تحفظها في حياتك. If you are not paying for the product، لو أنت ما بتدفعش حاجة للبرودكت بتاعك، إذا فأنت البرودكت. You are the product. هي دي النقطة. فيسبوك، واتساب، جوجل بيديك كل السيرفيسز ببلاش علشان انت المنتج، انت الحاجه اللي هم عايزينها، انت الحاجه اللي بيدوروا عليها، بياخدوا البيهيفيرز بتاعتك وبياخدوا تصرفاتك وبيجمعوها بحاجه اسمها اجريجيتد ميثودز، بيجمعوا الداتا بشكل معين فبيقدروا يعرفوا الانترستس بتاعتك. لسه كنت بتكلم مع واحد صاحبي هقول لكم عليه كمان شويه قبل ما ادخل اعمل ايه؟ كده ولا كده؟ انا اوطي انزل ولا ايه؟ شايف اللي ورايا؟ اوطي صوتي؟ انا مزعج للدرجه دي؟ لا حد قال اه، انا عايز اعرف هو مين؟ كده كويس؟ كده كويس؟ انا كده قلبت اسامه منير. عارفين الداتا يا جماعه؟
طيب هحاول اخلي صوتي كده ولا مني هضحك وسط الكلام. طيب اللي بيحصل ان انت لا يا ورا صار انا احط المايك كده واتكلم عادي كده كويس طيب ولا برضه ستيل اللي بيحصل ان حضرتك لما بتعمل تصرفات معينه بيقول لك لو جمعت عندك 10 شفت انت عامل لايكس لاني 10 بوست هكون عارف اكتر عنك من صحابك. انا الارقام اللي هقولها مش هقول بس انت اكيد لان انا سمعتها وانا داخل بس الريسيرش بيقول لك لو قدرت اعرف عنك اكتر من 15 ل 20 لايك انت دوست على بوستات لايك هكون عارف عنك اكتر من الروم ميت. اكتر من 50 لايك هكون عارف اكتر عنك من اللي ما بتعرفه. الاخطر بيقول لك لو اكتر من 100 لايك يعرف عنك اكتر من اللي مراتك تعرفه which is حاجه شاكك فيها بصراحه بس انت بتعرف كل حاجه. اللي بيحصل ان يا جماعه الداتا اللي احنا بنحطها سواء اور انترست او الحته اللي بنخش فيها او من الصحاب بتوعنا this worth money بيحصل لها اجريجيشن والداتا بتتجمع وبعد كده بتستخدم. اللي بيعملوا كده هم ماركتيرز ناس شغالين في الماركتنج. وهنا دي حته مهمه قوي يا جماعه لاي حد عايز يشتغل في الماركتنج ومتخيل انه لو اشتغل ماركتنج هيبقى مبدع. It's not the case. الماركتنج more into math more into studying consumer behavior. هقول لكم على حاجه حد هنا راح حد هنا من الناس اللي قاعدين راح كارفور يقول انا كارفور العروض موجوده فين؟ اول لما تخش عليك اليمين عارفين ليه؟ جابوا كاميرا صغيره في المبص تبص الناس لما بتخش المول الكبير بتبص فين اول حاجه؟ لقوها ان هو بيبص يمين. كل حاجه بتتحط قدامك هو جزء من الانتليجنس. نيجي هنا بقى حته الارتفيشال انتليجنس. الفرق الوحيد بين المكنه والبني ادم ان المكنه بتتعلم اسرع شويه. فالشغلانه اللي هتطلع عندك دلوقتي اللي طلعت بقت منتشره جدا وهتبقى موجوده اكتر لما انتوا تتخرجوا شغلانه ازاي تعلم مكنه. مكنه از ماشين عشان ما حدش يروح لبعيد يعني. شغلانه هتكون موست بافنج في 2023 ازاي تعلم المكن ازاي يتعلم. بقينا عندنا دلوقتي في اطلب اقدر اقول لك ان المنطقه الفلانيه تقدر تعرف ان عليها طلب كتير ونفسهم ياكلوا شاورما ومش لاقيين لان المنطقه طعم الشاورما هنا قليله. اوبر قدرت عن طريق تحديد السبلتنج بتاع الرايدز قدروا يقللوا الترافيك في اماكن معينه في لندن كنت شفتها في برزنتيشن هناك. الماشين ليرنينج هو بيخليك تاخد قرارات اسرع بكتير. وهنا نرجع نجاوب السؤال اللي سالته في 2014 ايه اللي يخلي فيسبوك تدفع 19 مليار دولار عشان تشتري واتساب؟ معلومات. ثانك يو سو ماتش ثانك يو سو ماتش. العلم هو كل حاجه. ويمكن دي لو انا عايز اقلب اسامه منير واحط صوتي واتكلم بشويش في الاخر وهدي التون شويه هقولها بالطريقه دي شكل فيك قوي فيك 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 لا مش قادر. طيب العلم هو كل حاجه يا جماعه. الحاجه الوحيده اللي هتميز حضرتك عني اتعلم اتعلم على قد ما تقدر. التعليم هي الحاجه الوحيده اللي هتفرق بينك وبين اي حد تاني. وهتكلم عن نوع التعليم. انت عندك ميزه مش عند حد تاني ان انت لو عايز تعرف ازاي اي حاجه بتشتغل هتكتب هاو تو وات ايفر وتحطه على يوتيوب. الموضوع از سمبل از بوسبل. فنمبر 1 ليرن از ماتش از بوسبل. Number two, be always curious. خليك دايما بتدور على الحاجة بتتعمل ازاي. ما تاخدش الحاجة مسلم بيها. رقم ثلاثة, خليك دايما عارف ان
مش عارف. افضل اتعلم طول الوقت وخليك دايما عندك رغبة في التعلم. واسوأ نوع ممكن تكون بتتعلم انك تكون دحيح. تقعد تذاكر. لو سمحت يا استاذ اذن حدودك. ماله دحيح؟ ايه المشكلة يعني؟ اتفضل يا احمد باشا، اتفضل يا احمد.